أكدت الأستاذة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال استضافتها في برنامج بكم نعود أن مهنة المفتش اختلفت من ناحية الحجم والخطورة خلال فترة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة كثفت من حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية المتبعة. إحنا كإدارة تفتيش اختلفت المهام من حيث الحجم، من حيث الخطورة، التنوع، التشعب اللي صار، بس يعني هو ساعدنا شنو ان احنا من بداية كإدارة تفتيش ككيان احنا مجمعين من 9 إدارات مختلفة، وصار إلينا إدارة وجمعنا فيها المفتشين من يعني إدارات وأنشطة مختلفة. هذه واجد الخلفية ساعدتنا ان احنا حتى في فترة الجائحة عملية التحول من يعني من مهمة إلى أخرى واجد فيها عملية مرونة من قبل الطاقم الإداري إن شلون يستوعبها. فيعني ما نطالع التفتيش بس إن مثلاً إن إجراءات احترازية في التفتيش الدوري اللي إحنا نسويه على المنشآت الصناعية والتجارية، لا، يعني نقوم نتلمس في الإدارة وين مواضع الخطورة، ما نقول هذا دورنا وهذا مو دورنا.